بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم نستذكر ميلاد الشهيد السعيد علي بداح. اليوم نستذكر يوم ولد هذا الشهيد، وكان مثابرا، كان محبا للجميع، كان همه الأول والأخير إظهار البسمة في وجه من يلاقيه، خصوصا عائلته. كان حنونا على أمه وعلى أبيه وعلى أخواته وعلى أخيه. كان محب للكل. أقدم شكري إلى كل الحضور هنا لإحياء ذكرى ميلاد الشهيد السعيد علي بداح، لأن شهيدنا العزيز سار على درب العزة، درب الكرامة، درب أبا عبد الله الحسين. فمن يمشي على هذا الدرب هو لا محالة من السعداء، هو من الشهداء. لذلك نحن اليوم نبارك مولده ونبارك شهادته، لأن هذا ما خطه الشهيد، هذا ما كان يرجوه، هذا ما كان يتمناه. كان من المحرصين، كان يحرص على أن ينال الشهادة، كان يطلبها، كان يردد أنا الشهيد التالي. لذلك أنا من المهنئين إلى أصدقائه، وكل الشكر أخص كل الشكر إلى أصدقائه والمقربين له، لأنه لقى منهم الحماس مع ومن الثوار بشكل عام، من الثوار في البحرين بشكل عام. الكل كان يحرص على أن يقدم لهذا الشعب، كان يحرص على أن يفدي بنفسه نصرة لهذا الشعب، نصرة للوطن، نصرة للدين. لذلك نحن كلنا، وأنا كوالد الشهيد أفخر بهذا الأب، هذا مصدر فخري. كذلك كل الشهداء هؤلاء قدمناهم قرابين، قرابين للوطن، قرابين للدين. نحن سائرون، لذلك هذا بالتالي نحن في عصر الحسين. نحن نمشي على خطى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كربلائيون في ملاذاتهم. لذلك نحن نعيش عصر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الكل من ينتمي لهذه المدرسة، هذه المدرسة هي من تحقق النصر، هي لها العزة، هي لها الكرامة. لذلك نحن اليوم على روضة الشهيد، وكلنا فخر أن نحيي ميلاد الشهيد علي بداح. كذلك كل شهداء البحرين نفخر بهم، بما قدموا من عطاء، بما قدموا من دمائهم نصرة للدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.